كيف يتم تحميل أي موقع أو تطبيق على الموبايل مثل أبل؟ تقديم الجمعية الخيرية الكاثوليكية للقديس فينسنت. ماذا نحتاج لعملية التحميل أو التنزيل؟ موبايل نوعية أبل، حساب صاحب الموبايل، كارت ائتمان رصيد. كلمات جديدة للاستعمال: App هو مختصر لكلمة تطبيقات، برنامج تطبيقي يساعد في إنزال التطبيقات بالموبايل. Icon وهو رمز موجود بالموبايل والذي يستعمل لفتح التطبيق. User الشخص الذي يستعمل الموبايل. الخطوة الأولى: نفتح الأب ستور وهو عبارة عن مربع أزرق صغير بداخله الحرف A. أبيض اللون في الشاشة الرئيسية للموبايل. عند استخدام الموقع لأول مرة يجب إدخال حسابك وتتبع الخطوات التي ترشدك لطريقة الدفع. الخطوة الثانية: اضغط على رمز البحث Search وهو عبارة عن صورة لمكبرة موجودة في الجهة السفلى على اليمين من الموبايل. Step 3: In the App Store, type the app name or keyword into the search box. It is the gray box at the top of the screen. Today, we will type in YouTube to search for the YouTube app. الخطوة الرابعة: عندما يظهر لنا التطبيق نضغط على كلمة Get موجودة بالأعلى قرب اسم الموقع أو التطبيق. إذا كان التطبيق غير مجاني فإنه يظهر لنا مكان كلمة Get السعر الذي يجب أن ندفعه. ولتحميل موقع غير مجاني يجب إدخال الأبل آي دي، حساب صاحب الموبايل، وكلمة السر مرة ثانية. الخطوة الخامسة: عندما يكتمل التحميل تظهر لنا كلمة افتح Open. نضغط عليها لفتحه، وأيضا سيكون لنا رمز جديد على الشاشة الرئيسية للموبايل نستخدمه لفتح الموقع التطبيق عندما نريد لاحقا. Thank you. شكرا.